بالنسبه لي انا تقريبا مساعد مربي تشيلسي. تجربتي في تشيلسي ما كانتش ناجحه قوي، ما كنتش بلعب. فبدات بدل ما ابدا الوم المدرب والوم الظروف وانا ومصري وعربي والكلام تقريبا معظم اللي بتعمله، بدات ابص للحياه من منظور تاني. انا بدات اشوف طبعا ان الواحد اللي عايز ينجح بيعمل ايه عشان ينجح؟ بيبدا يلوم الظروف ولا بيبدا يدور على حاجات تانيه عشان خاطر ينجح كويس؟ فمن وقتها من وقت تشيلسي بدات اعرف كتير، بدات بقى اشوف اقرا حاجات كتيره واشوف حاجات كتيره على اليوتيوب. من وقتها وانا دماغي بدات تتغير بالشكل ده، وعشان كمان سعيد بشكل كبير في الضغط اللي كنت موجود فيها، فمن وقتها حبيت القرايه والثقافه عامه. منو اللي شجعك في هذا الوقت من الفكره؟ بلد وانا بلد لما بنزل مصر بنزل على المنتخب على طول، لكن يعني بقابلهم من وقت للتاني. مثلا صحابي اللي كنا مع بعض في البيت هم موجودين كنا صغيرين، لسه على تواصل معاه، في ناس فيهم قريبين مني قوي قوي دلوقتي، كنا بنتقابل من وقت للتاني على طول يعني. جميل. انا بتكلم عن مصر بالتحديد والدنيا هي ولاده لكتاب عظماء، ومن اكثر يمكن اليوم اذا نتكلم عن الكتاب موجودين على مستوى الوطن العربي قد يكونون من مصر. هل في كاتب معين سواء في الوقت الحالي او من القدامى يقرا له محمد صلاح بشكل مستمر؟ انا اللي كنت اكثر حد قريت له الدكتور ابراهيم فريد. محمد طه قريت له حاجات برضه، بس الدكتور ابراهيم فريد اكثر واحد. مصنف كاتب ولا لا، بس هو ما شاء الله يعني بيعمل كل حاجه، فقريت له برضه كتب كتير. انا بتكلم عن الامارات وعن الشارقه بالتحديد كابتن محمد، تلتقي بزيارات كثيره لدوله الامارات، وما شاء الله لكل فرصه تجدها ممكن يكون موجود في الدوله. واليوم تزورنا نحن في اماره الشارقه، اماره داعم للثقافه، للكتاب، للكتب، للمثقفين. شو يعرف محمد صلاح عن الشارقه؟ اول حاجه بتيجي في دماغي لما بتقول لي ان انا كان معايا اثنين لعيبه في روما، مانولاس وبيانيتش، كانوا بيلعبوا هنا في الشارقه، فطبعا عارفهم، عارف الفرقه عن طريق ان هم كانوا موجودين هنا. طبعا كل الناس عارفه بيحصل المهرجان السنوي او المعرض السنوي اللي موجود في الكتاب، تقريبا اكبر معرض في العالم، فسمعته طبعا الناس كلها عارفاه، فبتابع كل سنه وعلى طول ايه اللي بيحصل فيه. ومصر لها اهميه طبعا، كل ما لو بصيت على اي حد عمل حاجه كبيره قوي هتلاقيه مثقف في مجاله، مفيش حد بيعمل حاجه كويسه قوي من غير ما يكون مثقف في مجاله. فاي حد نجح نجاح كبير قوي سواء في الرياضه او في اي مجال تاني هتلاقيه مثقف في مجاله وعارف كل حاجه تقريبا ما تخص الحاجه اللي هو فيها. فالاثنين مربوطين ببعض جدا، لان كل ما بتتثقف في الحاجه اللي انت بتعملها كل ما يبقى عندك سهوله ان انت تنجح فيها، كل ما بتعرف تتعامل مع الظروف بشكل احسن. فاليوم مربوطين ببعض طبعا. اللاعب المحترف لابد ان يكون قارئ؟ من وجهه نظر انا على الاقل في مجاله هو، مش شرط يكون بيعرف كل حاجه، بس لو عنده لو بيعرف يعرف كل حاجه ده حاجه هايله طبعا، بس على الاقل في المجال بتاعه هو طبعا، عشان على الاقل تبقى عارف انت بتتعامل مع الظروف ازاي. يعني لو الدنيا خبطت معاك شويه وما جبتش جوال انت عارف ده بيحصل ليه، طب تتعامل مع الموضوع ازاي؟ اي حد في المجال تاني برضه المفروض نفس الكلام. نعم، الكتب اللي يقراها محمد صلاح اللي ممكن ينصحها في نفس الوقت لكل الرياضي سواء كانت كتب رياضيه او غير رياضيه. تاني لو سميت كتاب واحد بصراحه ظالم قوي فيه، في كتب كثيره قوي، بس انا اللي انصح بيه بجد لحد دايما تحاول تعرف علم النفس، لان ده بيساعدك بشكل كبير انك تفهم نفسك. واول ما تفهم نفسك تبدا تفهم الناس، تفهم الناس بتتكلم ليه كده وبتتعامل ليه كده والرياكشنات بتاعتك كل حاجه، تقدر تتعامل مع الموقف بشكل كويس. ثم انت عارف عندك درايه بعلم النفس وعارف الناس اصلا بيهيب بالشكل ده ليه. جميل. في امر صعب جدا اليوم، محمد صلاح اصبح قدوه ونموذج لمجتمع غير مجتمع، لبيئه غير بيئه محمد صلاح. اليوم انت قدوه ونموذج للشباب البريطاني بشكل خاص، للشباب العالمي بشكل عام. كيف وصلت لهذه المرحلة؟ وهل تشوفها مسؤولية عليك؟ ما بحب ما بقعدش افكر هي مسؤولية ولا لا،
ضغط على نفسي، انا بعيش الحياه بالشكل اللي انا عايزه مش اللي الناس عايزينه، مش فارق معايا الناس شايفه انا المفروض اعيش ازاي ومش عايش ازاي، ده حاجه انا عايز اعيشها في الاخر، هي حياتي انا مش حياتي. فانا بستمتع بكل حاجه انا بحب اعملها بغض النظر الناس عايزه ايه. بالنسبه لان انا وصلت لمرحله كويسه في ده، فده تقريبا كان في دماغي وانا طالع لمصر رايح نازل. لما بدات اقرا شويه وبدات اطلع هو الاوروبي مثلا، كان اول حاجه كانت في دماغي ساعه ما بدات اشوف اللعيبه كلهم قبل التمرين بيروحوا ساعتين ثلاثه، وبعدين يروحوا الجيم قبلها بساعه، وبعدين يعملوا ريكفري، وبعدين يعملوا مسائل، وبعدين لو حد راح للجيم تاني يعمل جيم. فبسال نفسي ليه بيعملوا كده؟ في فرق من هنا في الوطن العربي او في مصر عشان انا لعبت فيها، فرق من الناس بره اكيد في سبب. فبدات اسال وبدات افهم شويه هو ليه الناس بتعمل كده؟ كل ما بتعرف الناس بتعمل كده ليه بتبدا انت عايز تنجح زيهم. فانا ده كان في دماغي ان انا عايز انجح زي الناس دي كلها. وبعدين قلت لا انا عايز اعمل حاجه احسن من اللي هم بيفكروا فيه، عايزهم هم يبصوا علينا احنا اقول لك لا في واحد ناجح ده من الوطن العربي ممكن نبقى زيه ونعمل حاجه كويسه زيه. فبدات اشوف الموضوع